نفس الساين ويف اهي مظبوط كلامنا، بس جاي عند الفا وقاطع اهو، قاطع بالشكل ده صح. ودي كانت هنا مين؟ الزاويه الفا. ماشي، فضل شغال الراجل عادي لحد ما جه هنا قال لك اه والله لو كنت ريزست فلوت كان تيار السايرستور هيبقى صفر، يعني اقل من الاي هولدنج، يعني هينطفي لوحده، وبالتالي تقدر تشغل اخونا الثاني هنا. عند مين؟ باي زائد ايه؟ زائد الفا. بس الراجل ده وهو ماشي تيار في الاتجاه ده كده اهو، السايرستور ماشي كده اهو، فالال هنا بتشغل زائد ايه؟ ناقص. زائد ناقص. ماشي؟ فالإل خدت كمية من الطاقة، صح؟ كمية الطاقة دي، كمية الطاقة دي معناها إنه لما الجهد جه هنا بقى بصفر، يعني هنا الطاقة دي عايزة تتصرف تروح فين؟ فهل هتعمل إيه بقى؟ هتقوم عكس البولاريتي بتاعتها، يبقى هنا زاد وهنا إيه؟ نقص، وتكبر غصب عن اللي جابوه. يخليه شغال لما تدي ايه؟ تكمل طاقتك. ترجع لشويه الطاقه. لو هي ال صغيره شويه وخلاص، بس اللي حصل الحمل على الاطراف بقى ظهر جهد هنا بالايه؟ بالسالب. لحد ما شويه الطاقه يخلصوا يقوم التيار وصل للصفر. الزاويه دي اسميها زاويه ماشي يا استاذة؟ واحد تاني يقول لك يابا خاف على السيرستور بتاعي، انا كان معايا الدرج مش عارف بكام، وقوم ملبسه الطاقية وحاطه هنا، يعمل لي فري ويلنج تايب، يخلص لي شوية الطاقة فين؟ في المقاومة بتاعته. ماشي يا استاذة؟ دي تكنيك. فلو حصل وحطيت الدايود، اول ما الستورد انرجي عايزه تفرغ هتقوم قلبه وخليها مشغله ده، معنى شغاله ده يعني ده في حاله فورورد، يبقى البي اوت بكام؟ بالصفر، يبقى الحته دي ايه؟ مش موجوده، مش ده واضح ولا صح؟ بيشيلها. فاللي حصل دلوقتي نتيجه الحته البيتا اللي طالعه دي، بص لي تيار الحمل وهو كان ده شغال، كان التيار ماشي بالوصل لحد ما جت عند الصفر، الكود هنا وصل للصفر لكن الطيار هنا ما وصلش للصفر. فالبولاريتي بقت معكوسه عشان تخلي الطيار يتفرغ الطاقه، فالطيار كان في نفس الايه؟ يعني على الرغم الجهد اتقلب لكن الطيار هنا بالايه؟ بالبوزر. فلاقي الطيار في الحاله دي يبدا من هنا بالشكل. يبقى ده شكل مين؟ الناس بتتكلم معايا؟ لما كان ريزيست فلور، حالة ريزيست فلور كانت عامل لنا مش عارف ده هنا، ورحت جاي هنا، ورحت قايل ادي البي اوت اهو، وادي الاي اوت اهو، لان شكل الجهد والتيار هما الاثنين ايه؟ شكل بعض في المقاومة.
طياره كله ما نتنش على الطياره. ما انت راسين الطياره هنا بالشكل ده مين هيجي عشان ال الجد بتاعتها تتاثر. اسمع، لا 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 مش عايز الهرجلك. اسمع يا حبيبي، عايزك تشاركني الفكره. ده ال اللي هي موجوده فتخلي ان التيار يتاخر عن الجهد. التيار متاخر عن الجهد، فالقمه اقسم لك بالله ماشي مع الجهد. لا القمه بتاعتك، القمه بتاعتك اتاخرت شويه عن القمه بتاعت الجهد. القمه بتاعتك اتاخرت عن القمه بتاعت الجهد. لا يعني انت بتتكلم على البدايه ولا بتتكلم على القمه؟ انا مش هاخد قيمه، انا بتكلم على البدايه. هي القمه الجهد بدا التيار بدا. فيش شفت اللي موجود في البدايه. اسمع قول، خلينا كده نورينا الاشكال الحلوه دي اللي قاعده تتكلم وانا بشتغل. قول الفايل. ها الفايل. ايوه هي اللي هتعمل في الشيفت ده اللي بتاع نتيجه الجهد ده. كذاب يا اخي شقاع. ما هو نفس الكلام اللي هو قاله ان ال هو السؤال عن صح في حاله ال في هناك لاجنج بزاويه فايل، هنا مش فايل. نعم. ها هقومك والله انت خايف ليه؟ لا يا حبيبي، لا ما عنديش لا بنت ولا ولد. الله قول لي الله. هنا بقى ايه الراجل يعني زي ما تقول هو بداها كده، انا هكملها انا بقى. اقعد انت عايز تقول حاجه انت يا زي شاور عليه. هنا بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا لو عايز تنعم شكل التيار حط له ايه، لو عايز تنعم شكل الجهد حط له سي. ماشي. طب ليه يا عم انعم التيار احط له ايه؟ لإني زي ما الراجل قال هنا، هنا أنا مش هحل حل عادي، مش هحل حل ترانزيانت ستيدي ستيت. خلي بالك من الكلمة، في الأول ستيدي ستيت وفي ترانزيانت وفي ترانزيانت ستيدي ستيت. يعني إيه ترانزيانت ستيدي ستيت؟ يعني ترانزيانت متكرر وثابت، لكن ترانزيانت بس كنت هتاخدوه في حالة لما كانت الآر والإل وكنت بقول لك الجهد بيطلع كده ومش عارف ده بينزل كده ويوصل للصفر وقاعد تعمل لي المعادلات. لكن لا ده ترانزيانت ستيت، يعني ياخد له سايكل او اثنين سايكل كده في حاله ترانزيانت، وبعد كده يبقى خلاص بقى باخد شويه طاقه ويسيب شويه طاقه ويسيب شويه طاقه، اللي شويه اللي ياخدهم يسيبهم، اللي شويه اللي ياخدهم وهكذا. ماشي يا استاذه؟ فاحنا بنشتغل دلوقتي ترانزيانت ستيت. ده ترانزيانت ستيت لازم تبداها بمعادلات الترانزيانت. فمعادلات الترانزيانت هنا هتقول ايه؟ هتقول في الحمل ان ال V out هيساوي ال V L، هيساوي ال V L اللي هي ال V load عشان تقعد طول الوقت بتجننوا الواحد. ال V load ماشي؟ ال V load اللي هو على اطراف الحمل اللي هيساوي ايه؟ I في R زائد L في I اللي هو هيساوي I في R زائد L في I باي D. مظبوط الكلام ده؟ طب ال V out اللي هو الفي لود اللي هو جزء من الساين ويف، جزء منين؟ من الساين ويف. يعني لو بكتبه كاوميجا تي هيبقى عباره عن الفي ماكسيمم اللي هي البيج فاليو ساين اوميجا تي تساوي اي في الار زائد ال دي اي باي دي تي، بس حدودك ان الاوميجا تي محصوره ما بين الفا وما بين مين؟ مش اساسا واضحه الفكره كده. اصبح عندي مشكلتي بقى ان انا اتحل رياضه، مش باور الكترونكس ولا الكترونكس ولا يعني اشتغل رياضه بقى. عايز احل المعادله دي، المعادله دي بيسموها فيرست اوردر هوموجينيس، فيرست اوردر هوموجينيس ستيدي ستيت ايكويشن. فيبقى حلها ان الاي الكلي هيساوي الاي فورس زائد الاي نيجر. ايه يا عم هو الاي فورسد وهو الاي نيتشرال؟ قال لك الاي فورسد هو تيار الدايره في حاله الستيدي ستيت العاديه. طب الاي فورسد هيساوي تيار الدايره في حاله الستيدي ستيت، عندك ساين ويف وعندك ار وال، تطلع التيار ازاي؟ عباره عن الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي، هنا ناقص فاي. الراجل اللي كان قاله فاي ومش فاي هنا ناقص فاي، مقسوم على مين؟ على زد، حيث زد تساوي الجذر التربيعي للار تربيع زائد اكس ال تربيع، والفاي هتساوي تان ماينس 1 اكس ال على مين؟ ماشي؟ ده الاي فورس.
طب والاي ناتشرال يا مرتضى اي بتاع فرنسا لا بتاع فرنسا مش هحط الفرصه جود ان انا ده مصدر جودي ما قال اول حاجه مصادر الجهود توضع بصفر والديريفاتيف يحول الى ان دي اي باي دي تبقى عباره عن بي باي دي دي اضافه فريتر يساوي بي ماشي يطلع في هذه الحاله عشان اطلع مش عارف انزل مصبرتي انا مش عارف انزل الصح المره الجايه انزل اسمع لما حط مسألة كل صيغة بدرسة هيساوي ماشي هنا ايه R في R I في R زائد L في B في R يعني تساوي R زائد L B في R ماشي يا سادة وقال قدامك هنا تحط الباوندري كونديشن من عشان الكلام ده يبقى بصفر يا اما الجزء ده بصفر يا اما الجزء ده بصفر طبعا استحاله الاي بصفر يبقى هيصبح ار زائد ال بي يساوي صفر او معنى كده ان البي هيساوي ناقص ار على مين يبقى ده كان عباره هنا ناقص تاو بس انا مش هحطها واحد على واحد خليها ناقص ار على واحد ماشي وارجع اكتب الاي ناتشرال بقى معادلته ايه امسح فيها كده ده البي الاي ناتشرال هيبقى عباره عن ثابت واحد كي في اي اس ناقص بي في تي ماشي يعني ثابت كي في اي اس ناقص ار على ام ولاحظ التي من الفا لمين لمين ماشي يا سادة ده الاي فورس هقصد الاي ناتشر وده الاي فورس تصبح معادلة التيار اي هيساوي اي فورس زائد الاي ناتشر هيساوي البي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص فاي على زد زائد كي واحد او كي خلينا كي بس في اي اس ناقص ار على ال اذا مشكلتي اوجد مين طب عشان اوجد الكي هقول ايه عند اوميجا تي تساوي الفا الطيار لسه بادئ عايز يعلى بس الدليل بيقول على الشيء مش هتعلى ادام بيدل الطيار يعلى بيقول لا بعد ما يعلى هو بس ستيت في ال لا مش هتقل ده بين ال ماشي الشريك المخالف زي ما بقول فهنا عند ات اوميجا تي تساوي الفا اي يساوي صفر ماشي وات اوميجا تي تساوي بيتا اي برضو بيساوي صفر على اعتبار ان هو هيخلص الطاقه عند بيتا بيتا اللي انت هتشوفها فحط لي بالشرط الاولاني هنا يطلع من التيار اي هيساوي ال في ماكسيمم ساين شيل الاوميجا دي وحط الفا ناقص فاي على زد زائد كي في اي اس ناقص ار على ال في تي ماشي يعني اي اس ناقص ار على اوميجا ال في اوميجا تي واشيل الاوميجا دي وحط ايه ده معادله الطيار ماشي احط الطيار هنا بسوي ايه من هنا طلع مين ماشي كده يسوي ايه بقى عدد كده هتبقى ال v maximum ساين الفا ناقص فاي على زد وبالناقص مضروبه في اي اس R على أوميجا L
الصابونه نمط رياضي. كنت تصير حد نقطه غلطه الحمد لله ما حدش قال. طلعت الكيك هطلع معادله عن المحل امسحها. قسم والله ما ادري. معادله الطيار هنا تبع عباره عن ايه بقى؟ قال اوميجا بي هتساوي البي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص فاي على زد ناقص بي ماكسيمم ساين الفا ناقص فاي على زد بي اس ناقص او بي اس ناقص ايه اس ار على اوميجا ال مضروبة فيه مضروبة فيه حتة دي مش ده الكي مضروبة فيه اي اس اي اس ار ار على اوميجا ال ده ايه ديف الفا الاول وهنا اوميجا وهنا ماكس ده اهي كده اهو كي المضروبه بالفا ار على اوميجا ال بالفا ده كده ايه؟ اي اس ناقص ار على اوميجا ال في سي اللي هي الحته ده ماشي؟ اللي هي كانت الحته ده واضحه؟ طيب ده يساوي البي ماكسيمم صاير اوميجا تي ناقص فار على زد ماشي؟ هفتح قوس لما اضرب دي كده ديت هتبقى معايا واحد ناقص اي اس ناقص ار على اوميجا ال في اوميجا تي ناقص ايه؟ ناقص اللي انا خدت هنا دي ناقص بره فاللي كانت ناقص بقت زائد واللي كانت زائد بقت ناقص ماشي يا استاذة؟ طيب ايه قولي يا باشمهندس انا معاك مره هنا ايه اللي حصل بقى هقف عند الحته دي شويه وركز معايا بعد اذنك لو خليت الفا تساوي فا الفا تساوي فا لو الفا تساوي فا يعني العباره الفا ناقص فاي على زد وهنا ناقص الفا ناقص فاي على زد وهنا الفا وهنا ناقص فاي يعني بمعنى ادق طالما الفا اكبر طالما الفا اكبر من فاي ففي هناك كنترول لان الترم اللي هي اللي هيبقى له تي اللي هي اللي هيبقى اوميجا تي ناقص الفا ده اوميجا تي ماشي لو انا خليت في الحته ده الفا اكبر من فاي يبقى الجزء ده ما بقاش بصفر. وبالتالي اقدر اعمل كنترول. اذا عندي هنا كام كونديشن؟ اول كونديشن ان نمره واحد الفا تبقى اكبر من فاي. يبقى هنا هيبقى بي اوت كنترول اقدر اتحكم فيه. اغير الفا زي ما انا عاوز الدنيا اللي انا عايزه بناء على عرض الطيران. طب لو كانت اثنين الفا تساوي فاي يعني ايه الفا تساوي فاي يا عم الحاج؟ الفا تساوي فاي فهتلاقي بيتا هتساوي باي زائد الفا وعليه تبقى معادله التيار بتاعتك هتبدا بالشكل ده كده زيه زي الساينسويد العادي يبقى التيار بقى ساين ويف اذا في هذه الحاله لو الفا تساوي فاي فانت على البوردر تخسر كنترول. الفا تساوي فاي يعني انت وصلت للحاله اللي هتبدا بعدها ايه؟ مفيش كنترول. ماشي يا استاذه؟ يبقى ديت هتبقى عباره عن البي اوت ساين ولاج بزاويه ايه؟ شكل الجود ولاج بزاويه ماشي؟ طب لو كانت الفا اقل لو الفا اقل من فاي يعني ايه الفا اقل من فاي؟ يعني الطيار كان هنا ودي فاي اهي مش دي فاي
الفا اقل من فاي يعني الفا بدا هنا ده التيار لم بيساوي فاي تغير الفا من هنا لهنا قريبه من الصفر اكبر من الصفر طالما قلت عن فاي فانت مزد للكنترول فقط عملت الكنترول الحته دي انا مكتوبه باراجراف كده كامل هتقعد تقراها وترجم وتجيب الكلمه اللي مش حافظها والكلمه اللي حافظها ركزهم معايا هنا وخلص نفسك ماشي لو الفا تساوي فاي فالجهد والتيار وتور اندكتيف لو ساينسويدال والزاويه بينهم فاي راجل بنتيجه الايه واحسب الفاي ازاي تان ماينس 1 اكس ال على ار ماشي لو الفا اقل من الفاي فمش هتحصل اي حاجه هتعود الحاله الثالثه اهي الحاله الثالثه اهي الفا اقل من فاي هتنقلك من دي لدي مش هتعرف تعمل خلاص في الحاله تساوي او اقل فانت ساين ويف تيار ساين ويف جهد وساين ويف جهد يعني ايه يعني هو نفس جهد الصدمه يبقى فقدت كل الحاله الوحيده اللي تقدر تاثر على كنترول فيها لما يكون الفا اكبر من مين ماشي يا استاذ الله الفا اكبر من فاي ايه اللي يحصل للبيتا بنت الحلال تروح ايه في الشمال اليمين ولا على في ماكسيموم ساين هما كاتبين ناقص فاي على زد ده الفورس كوموديشن او الفورس كارب النيتشر كان عباره عن كي مضروب اي اس اهي كي اي اس ار على ال اوميجا تي شيل ده الوقت ماشي كي اي اس ار على اوميجا ال في اوميجا تي حد عنده اعتراض في دي؟ طيب شيل الكي في ماكسيموم على زد ساين الفا ناقص فاي في اي اس ناقص في اي اس ار على اوميجا ال في الفا والجزء الكي ده مضروب في اي اس ار على اوميجا ال في اوميجا تي ساين اللي بيتكلم مش عايز كله يتكلم اللي هيتكلم ينفع تقول اتفضل دكتور لما خدنا مشترك ما ينفعش ناخد مشترك خدت مشترك من هنا ومن هنا ما ينفعش بقى عشان هنا ساين اوميجا تي ناقص فاي ساين الفا ناقص فاي طب بالراحه ده انت كده حطيت كلام صح بس انت اللي نايم بالراحه عشان الكلام ما خلص اهو مش عايز وقت الصوت اسرع الصوت اسرع بص يا حبيبي انت ماشي معايا هنا والله الاي هيساوي الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص فاي على زد صح كده طيب هنا بتقول ايه زائد كي وكي هنا طلع ايه ناقص اهو كي يبقى ناقص في ماكسيمم ساين اوميجا مش اوميجا تي بقى الفا الفا ناقص فاي صح يا عم كده على زد مضروبه في اي اس اي اس مين على اوميجا ال في الفا ده مين مضروب في مين اي اس ناقص ار على اوميجا ال ناقص اهي في ايه في اوميجا تي صح كده تساوي في ماكسيمم على زد ساين اوميجا تي ناقص فاي صح ناقص في ماكسيمم على زد ساين الفا ناقص فاي صح كده اضرب دي في تمام يبقى ايه اس مش
مش كده غلط؟ ايوه ناقص ار على اوميجا ال في ها اوميجا تي اوميجا تي ناقص ار كده صح تمام تحت ايه تصدق بالله لو حكمون عليك لا ترضى بس ليه دي بخلاف دي في ايه لا اللي تحتها بخلاف دي في ايه ايه ده ايه ده يا حبيبي مش بعد ما صارت قدامك لا والله انا كنت ماشي ايه ده يا حبيبي من المعلد اهي خد في ماكسيمم على زد انت توصل الحته دي اللي غلط ايوه شكرا لك ماكسيمم على زد بس يا عم بس انا مجدينا